ومن أعظم ما ابتلي به الناس في هذه الأعصار المتأخرة مع هذا النقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما يتعلق بالمناظرات مع أهل الزيغ والضلال، وهذا باب شر فتح على الناس نسأل الله العافية والسلامة، زرع فيهم الشك وكدر اليقين وبلبل الأفكار وأضعف الإيمان، وهؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وانظر إلى كلام اللالكائي رحمه الله تعالى وكأنه يحكي حال زماننا، يقول رحمه الله تعالى محذرا من مناظرة ومجادلة ومحاورة أهل البدع والأهواء وما في هذه المناظرات من الآثار الوخيمة والمآلات السيئة. يقول رحمة الله عليه: فما جني على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة، يموتون من الغيظ كمداً ودرداً ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلاً، حتى جاء المغرورون، حطها بين قوسين، حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقاً، وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلاً، حتى كثرت بينهم المشاجرة وظهرت دعوتهم بالمناظرة وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشبه في الحجج وبلغوا من التدقيق في اللجج فصاروا أقراناً وأخداناً وعلى المداهنة خلاناً وإخواناً، إلى آخر كلامه. كلام عجيب، كأنه يحكي واقعنا. ولذلك طريقة أهل العلم الزجر والنهي عن الدخول في الخصومات والمناظرات، وليست هذه أيضاً من الطرق الشرعية في الدعوة إلى الله في التعليم، وإنما يحتاجها الإنسان كما يحتاج إلى دفع الصائل لظروفها الخاصة، ولا يتولاها إلا من امتلك أدوات المجادلة ولديه الأهلية التامة في المناظرة، مع أيضاً الحذر من عرضها على العامة، وإنما تكون بنطاق ضيق كما ذكر ذلك أهل العلم.